الآن مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى محافظة الغربية وينضم إلينا مباشرة من هناك الزميل أحمد عبد الرازق مراسلنا. أهلا بك أحمد في هذه الجولة الإخبارية. محافظة الغربية من ضمن المحافظات التي ربما تشهد سخونة في هذه الانتخابات، هناك 14 مقعدا يتنافس حولها 28 مرشحا في الجولة الثانية. خبرنا وأطلعنا على أجواء هذه الانتخابات بشكل عام. تحياتي لك همام. دعني قبل أن أتحدث عن تفاصيل التنافس الانتخابي في محافظة الغربية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستعدادات وما إلى ذلك أن ألتقي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ليحدثنا بمزيد من التفاصيل حول الاستعدادات التي تحدثنا عن بعضها بالأمس وعن جولته منذ صباح اليوم على المقر الانتخابية في محافظة الغربية. تحياتي ورحب بك على شاشة إكسترا نيوز. ويعني تحدثنا بالأمس عن الاستعدادات و التجهيزات، فكيف ترى الأمر اليوم منذ صباح اليوم يعني في خلال هذه الجولة التي تقوم بها على المقار الانتخابية في محافظة الغربية؟ الحمد لله الأمور كلها على خير ما يرام، وزي ما حضرتك شايف الإجبار الكبير للمواطنين على الانتخابات يمكن أكتر من اللي كان موجود في الجولة الأولى. بنراجع الأمور الاحترازية كلها، الإجراءات الاحترازية، وبنراجع مع السادة المستشارين إذا كان في أي أمور لوجستية ناقصاهم. الحمد لله إلى الآن لم يصل إلى غرفة العمليات أي شكاوى. جميع اللجان فتحت في ميعادها، قليل جدا من اللجان، حوالي 5 لجان اتاخروا فترات قليله جدا نتيجه لتاخر وصول الساده القضاة عشان المسافات كانت في قرى بعيده، انما الامور استقرت والتصويت بيسير على خير ما يرام. نتوقع ان شاء الله بعد الساعه 4 بيزيد العدد كتير جدا، لان ده عدد اهالينا في القرى انهم بينزلوا بعد الساعه 4 كمجموعات، فئات مختلفه، شباب وسيدات ورجال كبار في السن. فان شاء الله الجوله دي تكون جوله ناجحه زي الجوله الاولى باذن الله. يا سياده المحافظ، انا شايف العديد من المفردات في الصوره، عندنا سياره الدفاع المدني، سياره اسعاف، موظفين من وزاره الصحه، من الهلال الاحمر، البوابات الالكترونيه للكشف عن المعادن وبوابات التعقيم، يعني في كل الجهات بتشارك وكل الجهات بتتعاون. ازاي بيتم هذا التعاون وازاي بيتم ايضا متابعته من خلال غرفه العمليات؟ يتم طبعا التنسيق مسبقا قبلها، بيبقى في اجتماعات تنسيق، كل واحد عارف دوره، بنخطط الامور صح. كل الجهات مشاركه طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت، الحمايه المدنيه والاسعاف والصحه والجهات اللي زي التربيه والتعليم والشباب والرياضه. لا ينقصنا في النهايه غير ان المواطن ينزل، وزي ما حضرتك شايف الناس مبسوطه وبتزغرط ومبسوطه بنزولها بتأدي واجبها الوطني. فالتنسيق والتخطيط المسبق دايما بيؤدي للنجاح في النهايه، والحمد لله كل واحد عارف دوره كويس قوي، كل واحد بيأدي دوره على اكمل ما على اكمل وجه، لانه عارف ان ده واجب وطني ولازم يقوم بدوره فيه. فالحمد لله يعني الامور طيبه باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا واتمنى لحضرتك التوفيق. اذا همام، هذه هي الصوره التي نتحدث عنها، او كما قال محافظ الغربيه الدكتور طارق رحمي، كل واحد عارف دوره، كل واحد بيؤدي دوره. مفردات الصوره التي يتحدث عنها همام بالفعل كما ذكرت، سياره للدفاع المدني امامي وسياره اسعاف عن يميني، موظفون من وزاره الصحه، موظفون من الهلال الاحمر. هذه المقر الانتخابي، هذا المقر الانتخابي الذي اقف امامه الان، هناك بوابات الكترونيه للكشف عن المواطنين، هناك بوابات للتعقيم. يعني هذا هو المشهد الذي نتحدث عنه الآن في معظم المقار الانتخابية. نعم. في محافظة الغربية. أعود إليك مرة أخرى همام. أحمد عبد الرازق مراسلنا من الغربية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة.